السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. اليوم جايب لكم موضوع كتير حلو وجديد، نازل جديد اليوم نزل يعني، تمام؟ وفي شغلة قبل ما بلش الفيديو أشرح لكم عن الموضوع. ليش ما عم تعملون لايك للفيديوهات؟ كأنه عم تنسوا اللايكات، ولا ليكون الفيديوهات مو عاجبينكم؟ إذا مو عاجبينكم الفيديوهات وما عم تعملوا لايك لهذا السبب فهذا الشيء بيرجع لكم، ما في مشكلة. بس إذا عم تنسوا الله يخليكم لا تنسوا، اعملوا لنا لايك، اضغطوا لايك للفيديو. عم تجيني تعليقات حلوة على الفيديوهات وبتشكر كل مين عم يشارك الفيديوهات، بس اعملوا لايك إذا سمحتوا، لا تنسوا اللايك. هلا الموضوع ما راح طول عليكم، الموضوع اللي حاشرح عنه هلا ميزة جديدة نزلتها شركة اليوتيوب، شبه بس مباشر. شو هي؟ راح اشرح لكم عنها هلا وتشوفوها. هلا كلياتنا بنعرف اللي بيعمل بث مباشر ما بيحسن يعمل بث مباشر الا ليكون مفعل قناته، يكون في عنده 1000 مشترك وما فوق، ويكون في عنده 4000 ساعه وما فوق، تمام؟ فشركه يوتيوب هلا بنتشكر هون، نزلوا ميزه جديده انك تحسن تصور فيديو مباشر فورا، تمام، لمده 15 ثانيه. يعني انت مثلا شفت شيء هيك غريب عجبك بدك تصوره مثلا وتنزله فورا، بتصوره دغري فورا وبتنزله على يعني مباشر على السريع، تمام؟ فعملوا هي الميزه هلا ورح اورجيكم كيف بامكانكم تستعملوا هي الميزه، تمام؟ بتشكركم لحسن المتابعه، واذا سمحتوا يلي عم يشوف فيديو جديد وما بيعرف القناه عندي اشتركوا بالقناه واعملوا لنا لايك وشاركوا فيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن. يلا خلينا نبلش. لازم نحن وقت نفوت على اليوتيوب، اي حدا بده ينزل فيديو على اليوتيوب عادي بفوت على اليوتيوب بيفتح لنا على هي الصفحه، مثل ما كنا شايفين هي الصفحه اللي فتح لنا اياها هون، عم يقلنا هي صفحه اليوتيوب، بالاضافه هون اشاره الزائد كل الناس بتعرفها اللي عندهم قناه، نكبس عليها. بعد ما نكبس عليها بالعاده شو كان يطلع لنا نحن؟ كان يطلع لنا تحميل فيديو وبدء بث مباشر، مزبوط؟ هذا اللي كان يطلع لنا نحن. هلا البث المباشر كان ما بحسن يستعمله الا مين؟ الا بس يلي عنده 1000 مشترك وما فوق، وعنده 4000 ساعه وما فوق، تمام؟ هلا عملوا هي ميزه جديده مثل ما كنتم شايفين مكتوب هون انشاء فيديو قصير ميزه تجريبيه، عم يجربوها شوفوها بتجيب تفاعل ولا في تفاعل ولا ما في تفاعل، تمام؟ الميزه شو هي؟ راح اقول لكم هلا شو هي. هلا بس نفتح على نكبس عليها وبيفتح لنا هيك، شايفين؟ وفتح لنا هيك. هلا هون شو عم يقلنا هون؟ هو شوفوا مثل ما هم شايفين عندكم هون قلب العدسه للكاميرا الاماميه، بده يقلب يصور الكاميرا الاماميه بيقلب، تمام؟ عندنا هون السرعه، هون عم يقول لك بدك تصور بسرعه زياده ولا بدك يعني سريعه ولا بدك تصور تصوير بطيء. اذا بدك تصور بطيء بتروح على اكس 0.3 بالعكس، إذا تصور سريع تكون سرعة سريعة بتروح على اكس 3 او اكس 2 اللي بدك اياه، تمام؟ هي بالنسبة لهذول هذا الموضوع. عندنا مثلا المؤقت، هلا المؤقت شوفوا شو كاتبينكم هون، كاتبين هون المؤقت عدد تنازلي. كيف يعني؟ يعني أنت مثلا بدك تبلش الفيديو تبعك، تمام؟ بس بدك أنت تثبته مثلا تحطه على طاولة ولا تثبته على شي شغلة، إنه مشان مثلا تقعد أنت بدك تحكي أو بدك تصور حالك بشي. يعني هلا في عم تشوف كثير شغلات، هذاك اليوم الله سترنا والله الله زدرنا هذاك اليوم، راح ندعس واحد بالطريق ماشي، ما قلت له واحد نط من الشارع العام شو عم يساوي هذا؟ طلع عم يصور تيك توك جنة العالم يعني بالتيك توك. المهم فاذا بدك تصور شيء انت بدك انه بدك وقت لحتى انه تظبط حالك وتاخذ البوز، تمام؟ تمام. اذا بدك تخليه بعد 3 ثواني تبلش التصوير، او بعد 10 ثواني، او بعد 20 ثانيه. لو اورجيكم مثلا كيف راح احط على 20 ثانيه، عم بورجيكم مثال بس، نقول له بدأ، شوفوا 19 18، شايفين بضلوا هيك لحتى يوصل للواحد مشان انت تكون جهزت حالك واخذت البوز اللي بدك اياه. رح اعمل له الغاء، بدك مثلا 10 ثواني بتحطه 10 ثواني، هي بدأ، كمان 10 او 3 كمان نفس الشيء بتحط له 3 ثواني، تمام؟ هلا
بدأت التصوير اللي بتصورها للفيديو تمام بتصور 15 ثانية تقريبا، يعني مو كتير طويلة المدة، 15 ثانية هي عاملين انه هيك تصور مقتطفات يعني لحظات حلوة وتنزلها دغري تمام. هلا انا رح ابلش تصوير ووريكم كيف بدنا شو الخطوات اللي بعدها. هاي التصوير شايفين هلا عم يصور، انا عندي هون ليكو العداد الاحمر فوق، بس لي خلصوا 15 ثانية بيوقف لحاله. هلا تصوير، خلص تصوير، شايفين هلا هذا الفيديو عم يعرض لي اياه، اسمعوا صوت اللي بيطلع لي حكيته بالفيديو. شايفين هلا عم يصور انا عندي هون ليكو العداد الاحمر فوق، بس لي خلصوا 15 ثانية بيوقف لحاله. هلا تصوير، شايفين هلا بعد ما صورنا هذا الفيديو، نحن بعد ما صورنا هذا الفيديو شو بامكاننا نساوي؟ بامكاننا نعمل عليه تعديلات. شو هي التعديلات اللي نعمل عليه؟ تفرجوا هاي التعديلات اللي حاطينها اياها هون. اول شغله حاطين الفلاتر، نحسن نفوت ونغير الالوان، شايفين غامق فاتح، حلوه صراحه حلوه، تعدل الالوان اللي بدك اياها او اللي بدك اياها تمام. فهي هيك عنا موضوع الفلاتر. اذا عجبك اي فلتر من الفلاتر هتقول له تختار اللي بدك اياه وبتقول له مثلا تم، اي مثلا تم. اخذنا هذا الفلتر. مخطط زمني عم يقولوا لك هون انه انت هذا الفيديو اللي عملته 15 ثانية، بدك تكتب شيء انت من اول فيديو ولا بنصه ولا باخره. اذا بتكتب مثلا من نصه بتقرب هي الحمراء على النص، هذا المقطع انت بدك اياه مثلا تكتب هون، بعدين على حرف الا شايفين، بس تكتبوا عليه هون، هون انت بتكتب اللي بدك اياه مثلا قناة منوعات تعليمية تمام. بعدين بتعطيه قبل ما تعطيه اوكي، عندك هون عم يقولوا لك انه الالوان اذا تغير لون، شو بدك اللون تحط الالوان، تحط اللون اللي بدك اياه. شايفين ما احلى، يعني حلو بصراحه ظريف. تحط انت اللون اللي بدك اياه هون، بس تحط اللون اللي بدك اياه تمام، يقوم بيعطوك الترتيب اللي هون. شو هذا اللي هون؟ هي ليكو هون بتكبر الكلمه او بتصغرها، هي ليكو هذا الخط. شو هذا؟ ايه هذا الخط بتكبر وبتصغر، شايفين قد ما بدك. بعدين بكبس له شو هاي خيارات، لا هاي شايفين الكبسه هي اللي فوق، هي عم يقول لك اذا بدك انت يكون الكتابه من على اليمين ولا بالنص ولا بعليا، تكبس عليها صار بالنص، تكبس صار على اليسار، تكبس صار على اليمين، نرجع على النص. هلا حرف الا، هي اذا بحط وراه خلفيه مثلا، شايفين خلفية مثلا غامقة أو شفافة أو بدون، حلو والله حلو تمام. هلا بعد ما نخلص كل التعديلات اللي عدلناها بنقول له هليكو فوق هون تم، هي تم. أنا ما عم ظبط شيء يعني، بس حاطه هيك يعني إنه عم بشرح لكم كيف الشغل عليه تمام. هلا شايفين الكلمة نزلت هون، نزلت الكلمة من أول فيديو لآخره، أنا ما بدي إياها من أول فيديو لآخره، بدي إياها مثلا تبلش من النص، بسحب من هون هيك كبسة طويلة بضلني ساحب. هلا ببلش من هون بقى، شايفين هلا بس شغل الفيديو ببلش بس من هون، بس وترجع لورا ليكو ما في قناة منوعات تعليمية، شايفين ببلش مطرح ما حددت له تمام. اتفقنا، بس عدلتوا انتوا هذا التعديل اللي بدكم اياه بامكانكم تقولوا له هون تم، هون بتكون نزلت بقى هي القصة هي تمام. بدك تضيف نص مثلا هون على الفيديو، فيك تضيف هون من برا يعني عادي، ما في داعي انك تفوت على هاي اللي فتنا عليها اول شيء تمام. شو في عندنا كمان؟ عندنا الصوت، اذا بدك تضيف صوت، اذا عندك ملف صوت بدك تضيفه، تكبس على هون الصوت، شايفين تختار الصوت اللي بدك اياه. حاطين لك هن مكتبه، هذول بظن كلهم مجانيات، ما انه هن حاطين لك اياهم ما انه بظن انه مجانيات، او انت بتعمل بحث هون على الغنيه اللي بدك اياها وبتنزلها تمام. نرجع هي هلا، هي كل شيء تعليمات وكل شيء امور عن هذا الموضوع. بس تخلص كل شيء تعديلات انت عدلتها او انت كل شيء عدلتيها، تكبسوا على كلمه التالي. بعد ما نكبس على كلمه التالي شوفوا هلا بيفتح لنا على اليوتيوب مثل كانه عم نرفع فيديو نظامي، شايفين كيف فتح؟ فتح عندي هيك. هلا هون عم يقول لي انشاء عنوان، حط عنوان للفيديو اللي بدك تنزله، شو هو الفيديو اللي انت صورته تمام. وهون عم يقول لك انك تحطه على العام
ولا غير مدرج ولا خاص كالعادة بتعرفوا هون إذا كان فيديو للأطفال أو إنه مو مخصص للأطفال. تمام؟ نعرفها كمان هي. بعد ما تخلص كل هالأمور هيك تقول له تحميله، بس له تحميل بيحمل الفيديو عندك وأمورك بتصير بالسليم. تمام؟ تمام اخواتي، هذا الفيديو كان تبعي لليوم. والله بصراحة أنا الميزة اليوم شفتها يعني جديدة نزلت، فحبيت دغري أعمل فيديو عنها وأشرح عن الموضوع وأرجيكم شو الترتيب الجديد. تمام؟ إن شاء الله أكون فدتكم بالشرح وبالمعلومات اللي حكيتها. بفضلكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات، ولا تنسوا تدعمونا لأنه القناة جديدة وإن شاء الله عم تطلع شوي شوي بفضل رب العالمين ثم دعمكم. فلا تنسونا من الدعم، بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.